أن المنطقة الزرقاء تقترب باتجاهك، يمكنك حمل زميلك غير المتصل بالإنترنت على المركبة بهذه الطريقة ونقله إلى المنطقة الآمنة. عندما تكون على وشك النزول إلى الماء للحصول على غنيمة، تأكد أولاً من أن سلاحك المفضل موجود في الفتحة الثانية، لأن السلاح الجديد يوضع دائماً في الفتحة الأولى. وكما تعرف، فلا يمكنك تغيير مكان سلاحك عندما تكون في الماء. بإمكانك تحديد منطقة المؤن الجوية بهذه الطريقة، وكذلك يمكنك معرفة المسافة بالضبط. قم بفتح الخريطة المصغرة، ثم قم بوضع مؤشر على نفس المسافة وفي نفس الاتجاه، وسوف تعثر على المؤن الجوية.